نبدأ من اول بقى الغذاء الصحي في نظر حضرتك وهفكرك بقى المشاهدين اكيد درسوا في المدرسه الهرم الغذائي فنبدا بيه ونشوف كمان تطوره دلوقتي وصل لايه ان شاء الله طيب اول حاجه دلوقتي الهد... الهرم الغذائي ده كان زمان مر بمراحل كتير قوي هنشوف صوره يا جماعه معانا لو نقدر آه نعرضها الهرم الغذائي ونقول ده كان فلسفته ايه وليه اتحط في شكل هرم في هو الهرم ده معناها ان القاعده العريضه اللي هي اللي تحت هو ده اللي انا محتاجه اكله بكميه اعلى أيوة. وكل ما بتجه ناحيه القمه كل ما الكميات بتقل أيوة. الى جانب النوعيه بتختلف يعني هلاقي القاعده نوع والقمه نوع أيوة. طيب القاعده الرئيسيه اللي احنا بنستخدمها ان هي يبقى القاعده اللي هي النشويات النشويات المعقده مش النشويات البسيطه اللي هي في صوره ايه في صوره حبوب كامله في صوره اه العيش بعمله من الحبوب الكامله بالضبط <applause> بالظبط بس في صورة حبوب كاملة هي دي القاعدة العريضة بطلع فوقيها شوية يبقى اللي بعدها على طول هي الخضروات والفواكه باخد عدد معين من اللي احنا بنسميها وحدات بيبقى بيتراوح ما بين 8 ل 10 وحدات من الفاكهة والخضار في اليوم يعني في اليوم يعني انا لو أربعة اربع اربع ثمرات فاكهة واربع ثمرات خضار انا كنت فاكرة من اربعة لستة رفعناها بالظبط كده فمن أربع فانا باخد اربعة لخمسة من كل نوع من الفاكهة او من الخضار ده, ال ده الطبقة الوحدة بقى اللي هي يعني unit. احنا بنسميها آه. سيرفنج يونت احنا اه وحده خضار ثمره الخضار او ثمره الفاكهه دي وحده يعني طماطمية وحده لا يعني آه بالوزن يعني في طماطمية صغيره في طماطمية كبيره فانا بعتمد تقريبا ال 100 جرام هي دي الوحده اللي انا بتكلم عليها او وحده الخضار اه ما تبقاش بطيخه يعني لا اكيد <applause> مش مشايه بطيخة فاكيد في فرق بينهم فانا بعتمد الوحده 100 جرام طيب تمام طيب. طيب طلعنا بقى المرت... ال... 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 بطلع بالظبط بطلع بعد كده للبروتين الحيواني آه. وبعد كده معاها ال... ألبان منتجات الالبان منتجات الالبان كلها البروتين هي بتمثل البروتين يعني هي اصغر من الاثنين اللي قبليه بالظبط <applause> اخر حاجه القمه اللي هي المفروض ان انا ما استعملهاش بصفه عاليه جدا أوه. بالعكس كميات بسيطه اللي هي الدهون والسكريات البسيطه أوه. او اللي هي النشويات البسيطه بقى. اللي هو سكر بمنتجاته كلها سواء كان مم. سكر وداخل بقى في اي منتجات والدهون نفسها ودي بلاش الكلام. كل يوم ودي بلاش كل يوم احنا لينا نسبه يوميه بس آه. نسبه بسيطه بس بس جدا وكل ما نقدر نستغنى عنها كل ما تبقى احسن ايوه الهرم بقى ده وصل لايه بالظبط ان الهرم ده دخل عليه تعديلات كتيره قوي أيوة. على حسب البلد وعلى حسب الاكتيفيتي او النشاط اللي بيتم عليها فلجوا قلنا طيب اسهل للتعليم واسهل للذاكره للناس ان احنا نمثلها الطبق أيوة. الطبق اللي احنا بناكل فيه لازم يبقى متقسم أربعة أربعة بالضبط آه. ربع منهم للنشويات النشويات المعقدة سواء كان مثلا اللي آه هو اللون البرتقالي. آه. اللون الموف أو البربل ده اللي هو البروتين أيوة. بيمثلوا بيه ممكن يبقى بروتين حيواني وممكن يبقى بس بروتين نباتي أقل آه هي أقل حاجة بسيطة لكن الفكرة أنها لازم تبقى يومية أيوة. البروتين الحيواني ممكن يبقى مثلا ثلاث أيام وأربع أيام يبقى بروتين نباتي مش أيوة. محتاجة أكتر من ممتاز. كده نيجي بعد كده للخضروات هنلاقي ان ربع بتاعها كبير شويه اللي هو اللون الاخضر واللون الاحمر اللي هو الفواكه مم. بس ده لا يعني ما اقدرش استبعد منه الكوبايه اللي هي منتجات الالبان آه. ممكن نحطها ماخد... بقى جنب الطبق هو المفروض ما اشربش باللون اللبن اه المفروض ان انا ما اشربش كسائل جنب الاكل لكن آه. انا لازم اخد حاجه من منتجات الالبان في صوره آه صوص او في صوره آه حاجه احطها جوه طب الطبق مهمة.